راح ننتقل مع بعض للزميل محمد الشاكر علشان نتعرف مع بعض بشكل سريع على حالة الطقس اليوم. إليك الكاميرا محمد، تفضل. أسعد الله صباحكم ومتابعينا أينما كنتم. الأحوال الجوية نهار هذا اليوم تستقر الأجواء في أغلب المناطق، تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت. الطقس مستقر بارد نسبي، طبعا يبقى مع ظهور بعض السحب والغيوم. درجة الحرارة العظمى اليوم في العاصمة الآن كحد أقصى 14 درجة مئوية. دعونا نستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأها من المناطق الشمالية، في إربد حوالي تقريبا 17 إلى 6، جرش 17 إلى 7، في عجلون 15 إلى 7، وفي مفرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. في المناطق الوسطى من المملكة تكون في عمان 14-7، في الزرقاء 18-7 درجات مئوية، في السلط 15-8، وفي مأدبة من 16-6، في حين تكون في البحر الميت من 23-14. جنوبا تكون في الكرك 13-6، في الطفيلة 12-6، في معان 14-3، في العقبة 22-14، وفي الشرع من 9-3 درجات مئوية. أما في الشرق فتكون في رويشة 17-4، في الصفاوي 18-5، وفي الأزرق من 19-8 درجات مئوية. هذا كان كل لدينا بشأن الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.